لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية ومستديمة في البلاد إلا بالمحافظة على التماسك الاجتماعي، حماية الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين الحامية لهما والتسامي الجميع عن الخطابات الفئوية التي تتزايد بشكل يبعث على القلق. ولقد آن الأوان بالنسبة لنا كنخبة قاطرة لشعبها نحو الأفضل أن نثمن ونستثمر نقاط التلاقي بدل إذكاء مكامن الخلاف، فما يفرقنا ضئيل مقارنة بما يجمعنا.